ثلاث سنين بالظبط ابتديت اشتغل على الهيومن فورم عامه والبادي موفمنت. ده كان اكتر حاجه شغلاني عامه في شغلي، فحسيت ان اقرب حاجه بالنسبه لي هو الهيومن بادي بتاعي انا نفسه والموفمنتس بتاعته، ان هي قد ايه بترفلكت كل حاجه جوايا. يعني كل بني ادم ركزتي معاه هتحسي ان السايكولوجي بتاعته او نفسيته عامه بتبان في جسمه او في الموشنز اللي بيتحرك بيها او كده. فاشتغلت على البادي فوق الهيومن بادي عامه، ببقى ان هو اخدت موشنز معينه بقى كانت هم 7 بالنسبه لي، فحسيت ان اقرب حاجه هي ان هم يكونوا سسبندد او معلقين، ما هماش في مرحله ثابته، ما هم على الارض ولا هم متعلقين في حاجه، فهم في حته في ستيت كده غير متزنه لسه. كل واحد فيهم متعلق من بوينت مختلفه، فانت بتحسي في البرودكشن او الماس برودكشن او الشيب كله بشكل كامل بتحسي ان هم كتير قوي وكلهم مختلفين، بس الحقيقه هم 7. فانا دايما عامه هتلاقي في شغلي في حته الشارب لاينز وبحب التبسيط في الفجر او في الفورم عامه بشكل عام. بالنسبه لي عامه النحت يعني لو حاجه امثلها باللي انا بعيشه يعني انه هو فورم، هو حاجة بتشغل الفراغ، هو مجسم بيشغل الفراغ، والحقيقة ان احنا اصلا مجسم بيشغل الفراغ كجسمنا بقى فعلا حقيقي كبني ادمين، والهيومن بادي بتاعنا بقى الحقيقي هو بالظبط هو النحت.